أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بيت القصيد. لقاؤنا اليوم مع أحد نجوم أمير الشعراء في موسمه العاشر، والذي أقيم في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا. لقاؤنا مع شاعر نشأ في كتاتيب حفظ القرآن الكريم وحبا باللغة العربية، استطاع أن يبرع في كتابة الشعر العربي ويصنع لنفسه مكانا ومكانة بين شعراء جيله، ليس في السنغال بلده الأم فحسب، وإنما في الوسط الشعري بشكل عام. مشاهدينا، يسمح لنا أن نرحب بضيف حلقتنا من بيت القصيد لهذا الأسبوع. معنا الشاعر الحاصل على المركز الخامس في أمير الشعراء مؤخرا، الشاعر الجميل إبراهيم توري. أهلا بك إبراهيم، أنرتنا في بيت القصيد. حللت أهلا ووطأت سهلا. الله يخليك أخي مصطفى، والله سعيد جدا بتواجدي هنا في قناة الرافدين، وأشكرك على إتاحة هذه الفرصة وكرم الاستضافة. ومثلك من يستحق هذه الإطلالة التي تليق بشاعر متميز مثلك يا إبراهيم، وأنت الشاعر الخلوق الجميل بأخلاقك قبل أن تكون جميلا بشعرك. وهنا يستقيم ميزان الشعر لدي ولدى كثير من المتلقين، أن يكون الشاعر تماما على قدر كلمته، وكذلك يكون حاضرا في سماته الطيبة وأخلاقه العالية. قبل أن نتحدث عن تجربتك في أمير الشعراء وحصولك على المركز الخامس مؤخرا، وكذلك قبل أن تسمعنا العديد من القصائد التي أعددتها لهذه الحلقة، حبذا ولو تتفضل بإخبارنا قليلا عن نفسك، معلومات تود أن يعرفها جمهور المشارقة أو الجمهور العربي بشكل عام عن إبراهيم توري. تفضل إبراهيم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. المتابعين الكرام، والله أنا سعيد جدا بتواجدي في هذه الحلقة المميزة في بيت القصيد وفي قناة الرافدين، وأن أحل ضيفا على أخي وصديقي مصطفى الشاعر الجميل والإنسان الخلوق. يا أهلا بك. أنا إبراهيم توري من السنغال، وحفظت القرآن الكريم وأنا ابن 9 سنين، ثم تعلمت العربية إلى أن حصلت على الشهادة الثانوية من تخصص الآداب العربية. ما شاء الله. وأنا حاليا أقيم في المغرب، وحاصل على شهادة الماجستير في أصول الفقه، وأعد الآن أطروحتي في الدكتوراه، وأنا الآن في السنة الثانية. حياكم الله. ما شاء وأنا الله. كما لا يخفى عليكم أيضا أكتب الشعر منذ 2015، والحمد لله كنت موفقا للوصول إلى منصة شاطئ الراحة كما لا يخفى عليكم. جميل جدا إبراهيم، ونرجو لك تمام التوفيق على سيرة حفظك القرآن الكريم وأنت ابن 9 سنين. حبذا لو تضعنا في صورة الكتاتيب القرآنية، هذه الكتاتيب التي نشأت بها وتربيت فيها ومن خلالها تعلمت العربية ونشأت على حب القرآن الكريم حفظا وتلاوة، تفضل يا إبراهيم. نعم، أولا أنا سعيد جدا بالحديث عن الكتاتيب لأني ابن هذه الكتاتيب. جميل. وأنا أنحدر من أسرة دينية، فأبي مثلا يهتم كثيرا بكل ما يمت بصلة بالثقافة الإسلامية العربية. يا سلام. فنحن مثلا عندما يبلغ أحدنا 6 من عمره، نعم، يذهب به إلى الكتاب لكي يتعلم القرآن أولا، ثم بعد ذلك الكتب الدينية من فقه ولغة إلى آخره. فهذه الكتاتيب منتشرة جدا في غرب إفريقيا، وتسمى عندنا بالمحاضر على غرار الموريتانيين. فالهدف من هذه التربية هي تنشئة الأطفال على الأخلاق السامية وعلى صفات الرجولة، لأننا نحيا فيها حياة تقشفية، لا نكاد ننام جيدا ولا نكاد نأكل جيدا، لكننا كما نقول في مثل عندنا أننا عندما نبدأ بالصعب فالحلاوة تأتينا فيما بعد. سلام. أما إذا عكسنا المسألة فالأمر كما تعرفون. يا سلام. نعم. هذا أيضا يذكرني بمثل دارج في التربية العربية: من لم تكن له بداية محرقة
لن تكون له نهاية مشرقة. أحسنت يا إبراهيم. وربما كانت هذه التربية التقشفية ليس فقط من باب تعذيب الشباب أو الناشئة الذين يذهبون إلى الكتاتيب، وإنما من أجل وضعهم في البيئة النبوية المحمدية، في بيئة الصحابة، من أجل حثهم على التخلق بهذه الأخلاق وهذه القيم، من أجل حثهم على الزهد، أليس كذلك يا إبراهيم؟ صحيح، هو هذا، هو من باب تذكيرهم ببداية الإسلام. كما تعرفون الإسلام بدأ غريبا، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في دار الأرقم لم يكن كمن كان في فندق، يعني كان فيه بعض الأشياء التي لا الصحابة في ذلك الوقت بالكاد يجدون قوت يومهم وما يحتاجون إليه. نسأل الله لكم التوفيق في كتاتيبكم وفي مشروعكم وحبكم للغة العربية، وأنتم أهلها وإن كنتم ناطقين بغيرها لكنكم من أهلها أيضا يا إبراهيم. إلى أولى القصائد التي تود أن تقرأها علينا في هذه الحلقة، تفضل يا إبراهيم، اقرأ ما شئت. نعم، إن شاء الله سأقرأ لكم نصا عنونته بالشهد المر. تفضل. نعم، وحده الكون لم يناشد نديما، كيفما كان جنة أو جحيما. يا سلام. شبحا جاء للوجود، رمادا عانق الظل ثم ذاب سديما، كسراب بقيعة لم يرد غير بريق المنى صديقا حميما، سادرا في الأوهام فيما يغذي روحه الطفلة النبية، فيما في الرؤى يغزل الخيال ويهجو واقعا لم يذقه قط مروما، صاخبا وقت الهدوء وحيدا بين ألف ويوم بث كتوما، ويناجي إذا الجميع غياب صائما كلما أتوه وجوما، إنه لم يعد يصدق نهرا هائجا مثل ما يصدق ديما، وكأي من شاعر ونبي واقع حبسه وليس وهوما. يا سلام. يا فتاتي وهل بجنبي فتاة، إنها النفس تشتكي للهموما، مترع طاس الأمنيات وخيباتي كما تشهدين صارت كلوما، قلبي السر يا لسر ثقيل، روحي الجرح كان جرحا حكيما، صاحبان المرآة كلما حدقت فيها رأيت طيفا كظيما، غارقا في يم الهزائم يسقي زمهرير الأحزان ماء حميما، آن للغيم أن يشد انكساري، آن للدفء أن يذوب نسيما. آن للغيم مجددا يا إبراهيم، آن للغيم، تفضل. آن للغيم أن يشد انكساري، آن للدفء أن يذوب نسيما. جميل جدا. هو دفء الأسحار أعشب فجرا لم ير الصبح، ظل ليلا بهيما، وكما اشتاق للضياء يصلي يوم تهفو الأرواح تصحو نجوما. هل تدوم النجوم؟ لا أحب الآفلين، ابتكر شعاعا كريما، وهنا شع كالهلام سراب، هل يدوم السراب؟ لا لن يدوم. يا ترى قدر البقاء لشيء، ربما للأسى أراه مقيما. ما شاء الله عليك يا إبراهيم، دائما موفق، أحسنت كثيرا إبراهيم. طبعا رح نسمع منك الكثير من القصائد في هذه الحلقة المميزة، ولكن نريد منك أن تكون دليلنا السياحي وإن كان عن بعد، أن تكون دليلنا لنذهب إلى أفريقيا كما لو أننا فيها. يعني إبراهيم، عن أفريقيا بشكل عام والسنغال بشكل خاص، حدثنا عن مدى حرص الناس والعامة فيها على تلقي علوم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، بناء المساجد، ويعني ازدهار الحياة الإسلامية هناك. ضعنا في صورة ما يجري، تفضل. نعم، كما لا يخفى على الجميع أن الإسلام يعني وعلاقة الأفارقة عموما بهذا الدين علاقة ضاربة في عمق التاريخ. نعم. فهناك من يقول بأن دخول الإسلام كان في القرن الحادي عشر الميلادي، ومنذ ذلك الوقت تعلق الأفارقة بكل ما يمت بصلة بالإسلام. نعم. وكما لا يخفى، فأول هذه الأشياء هي اللغة العربية. اللغة العربية الناس هنا يحبونها ويعشقونها،
لأننا مثلا في بلادنا نرى بأن كثيرا من الكتب التاريخية، الكتب نعم التي أقدم المخطوطات عندنا مكتوبة باللغة العربية وليس لا بالفرنسية ولا بالإنجليزية، لأن دخول الاستعمار كان متأخرا عن دخول الإسلام الإسلام هنا. نعم ومنذ ذلك الوقت فالناس هنا يتعلمون العربية منذ الصغر، حتى أننا نرى بأن لهجاتنا المحلية تأثرت كثيرا باللغة العربية، فنحن مثلا في لغتي المحلية وهي اللغة الولافية نرى بأن كثيرا من الكلمات نعم حرفت من العربية فأصلها عربي، يا سلام ولهذا نرى بأن علاقتنا باللغة العربية علاقة قوية جدا. هذا إذا تحدثنا عن السنغال، إذا تحدثنا عن غينيا، عن مثلا كوت ديفوار، عن كل دول غرب إفريقيا عموما، مالي إلى آخره، لهذا تجدون بأننا متعلقون أيضا ما شاء الله بالشعر. نعم، كما لا يخفى. ما شاء الله ما شاء الله. إبراهيم، برأيك الشخصي هل ترى أن هناك يعني محاولات للتقرب أكثر من يعني الدول العربية على مستوى التراث والثقافة؟ هل هناك حرص في الناشئة ولدى الجيل الواعد الطالع من الشباب على تلقي العلوم القرآنية فعلا ومحاولة تعلم العربية بشكل أكبر ومصادقة مثلا الشباب العربي بهدف يعني زيادة المحصلة من ناحية لغوية وتاريخية وثقافية؟ بحسب تقديرك وأنت الدارس للدكتوراه الآن في المغرب العربي وأنت نموذج يثبت صحة هذه الحالة، لكن بحسب تقديرك ومعايشتك لأبناء جيلك، هل هناك فعلا رغبة شبابية واسعة بمثل هذا أن يكونوا كإبراهيم توريه مثلا؟ نعم، هناك رغبة شبابية، وإن كانت الحكومات عندنا لا تشجع كثيرا على دراسة اللغة العربية، فوضع اللغة العربية هنا إذا قارناها مثلا باللغة الفرنسية والإنجليزية يمكن أن نقول بأن يعني الوضع تهميشي، نعم فالحكومة تسعى إلى تهميش اللغة العربية نوعا ما، لكن الشباب يعني بحكم تعلقهم بدينهم ما زالوا متشبثين ب تعلم اللغة يا العربية. سلام فمثلا عندنا أسر دينية هنا في السنغال، أسر دينية كثيرة وهي الطرق الصوفية، تشجع الأبناء وتشجع جميع المريدين على تعلم اللغة العربية، لأننا لا يمكن أن نفهم الإسلام فهما صحيحا ولا يمكن أن نعبد الله عبادة صحيحة إلا إذا تعلمنا العربية أو إذا عرفنا قدر المستطاع ما يتعلق بديننا. لكن الأفارقة يعني عموما متشبثون أيضا بتراثهم، ما شاء فهم الله دائما نعم متشبثون بتراثنا، لأن الإفريقي دائما يمكن أن تفرق بين الإفريقي وكل شيء إلا أن لا تفرقوا مع ثقافته، فالإفريقي نعم متشبث بثقافته، كما أن لكننا التشبث إذا كان بالتراث هناك الخاص يا إبراهيم لا يتعارض مع فكرة الدين والمعتقد أيضا. صحيح لا يتعارض معه، ونحن مثلا عندما تكون عندنا ثقافات تختلف مع الإسلام نحن نفضل الإسلام لأن ما شاء الدين الله أولى عليكم. من الثقافة. جميل نعم جميل جدا يا إبراهيم، وأكيد سنعود لك مجددا حتى نستمع إلى يعني قصيدتك التالية، لكن لابد أن نأخذ استراحة قصيرة. مشاهدينا الكرام، دعونا نخرج إلى فاصل قصير الآن ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد ومعنا الشاعر السنغالي الجميل الأستاذ إبراهيم توري، وقريبا نناديك دكتور إبراهيم وأنت يعني حريص على ذلك ومستحق لهذه المرتبة العلمية العالية يا إبراهيم. قبل متابعة الحديث عن السنغال وعن أفريقيا التي نحب شعوبها مجتمعة، هذه الشعوب الطيبة المتواضعة البسيطة في حياتها العالية في أخلاقها وتاريخها، قبل كل هذا نريد قصيدة جديدة، تفضل يا إبراهيم.
شكرا أستاذ مصطفى، حياكم الله يا من أهلا جديد. وسهلا بك. نعم، هذه القصيدة أسميتها بي على خطاك. تفضل. على خطاك فإني لم أعد أخطو، لأن نهريك لم يفتنهما شط، لأن ما بيننا لو شئت أذكره شاءت حروفي أن يجتاحها قحط. على خطاك كسوت الظل أرصفة، من فرط ما راودتني ملني الفرط. وكنت كم تعرفيني وجه أغنية، تعلو وتعلو بعيدا ثم تنحط. ما بين نجمين سامرت الغيوم، أخ لكم من الطين مرحى إننا رهط. هل من بلى ثم ويلي من مكابدة صوفية لم يذقها عارف قط. يا سلام. لشد ما عمدوني فضت مبتهلا، أنا الرؤى هذه الأنواء والسقط. أنا من الغاب ابن الطيلسان، فما تسطو رياح السفانة مثل ما أسطو. يا سلام. سر الخمات في عيني، مذ بركت في البواب دموعي ارتوى الخمط. ولي من المجد يا ليلى يا أرضية، ولي من المجد لو تدرين أرضية، ما خاطها القطن بل من سمرة الخيط. لكنني قدر ما أزهو وأفخر بي على خطاك، فإن الليث بي قط، وإن من شيمتي أن لست مكترثا إلا إذا القبض من عيني والبسط. يا سلام يا سلام، ما أجملك يا إبراهيم لفضفوك. هذه القصيدة التي اخترت منها أبياتا كمدخل نعم لظهورك الأول في برنامج صحيح أميرة الشعراء المقام مؤخرا في صحيح أبي ظبي أو في أبو ظبي. أحسنت أحسنت كثيرا يا إبراهيم. دعنا نتابع حديثنا الشيق والجميل جدا عن أفريقيا بشكل عام والسنغال بشكل خاص. إبراهيم، وأنت الذي نشأت في بيئة ملتزمة ومسلمة، في بيئة لم تنسلخ عن تراثها السنغالي الجميل والعظيم بالطبع، وأنت صاحب هذه السيرة والمسيرة في الشعر وفي حب اللغة العربية، حبذا لو تحدثنا عن أكثر العادات التي أعجب بها إبراهيم توري من عادات أهل السنغال، ويرى أنها لا تنفصل عن العادات الإسلامية وقريبة جدا منها. حدثنا بشكل عام عن عاداتكم، طباعكم، الملامح التي يقابل بها السنغالي أخاه السنغالي، أكثر العادات السمحة التي تود للمجتمعات غير يعني المتحدثة بلغة أهل أفريقيا أن نعم، يعرفوها عنكم. عرفونا يعني على من عاداتكم الطبيعي جدا قليلا، أن تفضل. نعم من الطبيعي جدا أن الإسلام أثر كثيرا فينا، لكن أيضا وجد فينا عادات كانت جيدة جدا. يا سلام. فمثلا أنا أنتمي إلى بلاد يسمى ببلاد الترانجا، والترانجا في لغتنا بمعنى الكرم، فنحن مثلا معروفون بالكرم، كرم الضيافة، يا بل سلام. نحن الضيف عندنا مقدم كما قال الشاعر: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. يا سلام. فالسنغالي دائما يتعامل مع ضيفه على غرار هذا البيت. ما شاء الله. فالكرم، وكما لا يخفى أيضا العرب كانوا معروفين بالكرم، ويعني العطاء والسخاء وما إلى ذلك. وهذه من العادات فالسنغالي التي تلتقون بها مع العرب يا إبراهيم. حدثنا أكثر نعم عن عاداتكم الطيبة والجيدة والمفضلة لديك أيضا، ولا تزال موجودة في السنغال إلى اليوم. نعم يعني العادات الجميلة كثيرة جدا، ما شاء منها الله. أيضا الشجاعة، سيما الذين يعيشون مثلا في القرى فهم معروفون بالشجاعة، لا يكادون تقريبا يخافون من أي شيء، ما شاء بل الله. هم نعم هم يرون بأن الموت يعني بكرم، أو الموت على عز خير من العيش بذل، ما شاء كما الله. قال الشاعر أيضا هنا: عش كريما أو مت وأنت، يعني كما قال الشاعر، لا وكما أتذكر. قال عنترة: لا تسقني كأس الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل.
وعنترة كما لا يخفى عليكم أيضا جدنا نحن، لأنه أتى من حبشة، ما وإن شاء كان الله. عربيا وإن تشرب في عادات العرب. ومن العادات أيضا تعلقنا بالدين، لأننا نحب الدين كثيرا، والعربي أيضا كما لا يخفى أيضا متعلق بدينه، والحديث ذو شيون في ما هذا شاء الله ما شاء المضمار. الله، أنت جميل نعم جدا يا إبراهيم، والحديث معك لا يمل، ولكننا يعني في شوق إلى جديد قصائدك الذي ستقرأه علينا، إلى قصيدة جديدة يا إبراهيم. اتفضل واقرأ ما تحب، نحن نستمع إليك. الله يخليك. تفضل. سأقرأ لكم نص تائها بين المنفذة والشفتين. في برجه العاجي فوق بساطه المخضر من عرس الخيال من الصدى، ما بين ملحمة المنى والذكريات أضاعه خبر يجر المبتدأ. هو وحده في الليل يرتجل العشاء، وفي النهار يشد مزور الغداء. من حظه يترقب الآتي فلا يأتي، وحين يمل يغتال المدى. لا يرعوي عن تيهه، يتقمص الأوهام، يندب صمته المتمرد. يا سلام. وكأنما الجدران في إطراقه الصوفي توشك أن تمد له يدا. ما بين منفضة الدخان شفتان سمراوان، نعم. تحت ذراهما شبق السجائر فحا يلثم موقدا. من ناره سلوى الحياة، فراشة الحلم الجميل، مشاتل الذات السدى. وإذا يذوب يرى مع امرأة تساوره، تدلله، تخطط موعدا. أمهلوس؟ لا سيدي، حقا نعم. أيان؟ مقهى الضائعين. متى؟ غدا. يا سلام. ما أضعف الإنسان، ما أضعف الإنسان حين يحب سيدة الضباب، وحين يسحره الندى. لم ينس جرح الأمس، لكن إنما قدر العيون الزرق ألا نصمد. قدر الجميلات الخضوع، السير رغم الشائكات الألف، تلبية الندى، تلبية الندى. هذا الشقاء؟ نعم أخي، ما الحب إلا حين يرضى المرء ألا يسعد. يا سلام. وإذا يعود الدوار يخوض الكلمات، مفردة تقبل مفردا. آه مخاض الشعر، كم يتعذب الشعراء، كم يهذون حتى يولدا. يا سلام يا سلام يا سلام. من حق هذا الفن عند ذويه حين يفيض فيضا أن يخروا سجدا. عظيم. فلكم سهيل أحشه ويروثني، كي يشرب الغاوون معسول الحدا. ولربما سامرت طرفة مثقنا بجراحه، ويود لو يك مفتدى، ويقول لي يا شبل ثمة نكبة، أرجوك لا تهلك أسا وتجلدا. هذا العذاب الكم كيف تخوضه طفلا بريء القلب وحدك مبعدا. حق البراعم سكر الأشياء، شلال السعادة ما اشتهوا في المنتدى. فاعزف كما أوجعت، فاعزف كما أوجعت، عزفك ضارب كبد السماء، وغن فينا ما بدا. ضيعت نفسك في الرماد، وروحك الأبنوس ساكبة رذاذا أسودا. صحوا بني، رتابة الأيام قاسية، وهذا الحلم لن يتجسدا. أبت الهلاوس عالم متوتر، لا قهوة تسليك، لا متغردا، لكنما في حضنه الطيني ماء الأمنيات يسير في معمدا. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا إبراهيم، دائما يعني تتحفنا بالجميل الذي نقف أمامه بكل تقدير واحترام. إبراهيم، قبل أن نتحول بدفة نقاشنا وحديثنا إلى تجربتك التي يعني شاركت بها مؤخرا في برنامج أمير الشعراء وما إلى ذلك، قبل هذا دعنا نختم حديثنا عن السنغالي وأهله، ولكن قبل أن أوجه لك السؤال الأخير فيما يتعلق بالسنغال، ما هي حكاية الشبل يا إبراهيم؟ حكاية الشبل هو لقب أطلق علي عليه أو أطلقه علي بعض الأصدقاء نعم. في بداياتي الأولى، وأول من
يعني أطلق علي هذا اللقب هو شيخي في الشعر عبد الأحد جي الكجوري، هو الذي علمني الشعر في دورة في أسبوع واحد فقط، وبعد هذا الأسبوع بدأت أكتب قليلا، ثم عندما رأى اطلع على بعض كتاباتي قال لي أنت شبل الشعراء وستتأسى يوما ما، والحمد لله. ومنذ ذلك الوقت أقول لنفسي أنا شبل الشعراء، أنا شبل الشعراء، حتى اشتهر اللقب. ما نعم شاء الله، وهذا نعم الشبل صديق ذلك الليث الجميل ألا وهو عبد الأحد الكجوري، ومن هنا نبعث إليه بتحياتك وتحياتنا أيضا. إبراهيم، نظرة واسعة، نظرة بعيدة المدى إلى مستقبل حب ودراسة اللغة العربية في السنغال بشكل عام، كيف تتخيل مظهر الصورة؟ هل هو في تصاعد وتنامي مستمر أم في ضمور وانكماش؟ حدثنا عن الصورة كما تراها وتتخيلها، وكذلك كما ترجوها وتأملها. نعم، يعني اللغة العربية بين الواقع والمأمول الآن في غرب إفريقيا، أنا متفائل جدا، يعني متفائل، وأرجو أن يكتب لها الصعود دائما، إن شاء الله. لأن يعني من الصعب جدا الآن بعد تجذر هذه اللغة في هذه القارة وفي غرب إفريقيا على وجه الخصوص، نعم أن يتخلى عنه أو أن يتخلى عنها أبناء هذه المنطقة. ما شاء الله. فنحن مثلا مع موضة الشعر الآن، لأن الشعر أنا أرى بأن لها يعني الآن يعيش موضة أو موجة كبيرة في غرب إفريقيا. جميل فنحن جدا. نرى الكثير من النوادي الأدبية في السنغال، نرى نادي السنغال الأدبي في النيجر، نرى هناك النوادي أيضا في غامبيا، في مالي، في نيجيريا، كل هذا مما يبشر بالخير. وأنتم تعرفون بأن الشعر دائما مما يحيي اللغة، أحسنت. ونحن الآن عندنا شعراء كثر يكتبون بلغة جيدة جدا ويبدعون عبر هذه اللغة العربية. وكذلك أيضا هناك من يكتب الروايات بالعربية ما شاء الله. والقصص القصيرة، فكل هذه الأشياء إذا كان الأدب في مستواه العالي فأظن اللغة العربية ستبقى دائما لها حضور وستظل قوي في يعني حية في نفوسي أبناء السنغال وأبناء القارة السمراء بشكل عام، وهذا ما يبشر بصحوة ممتدة تتجاوز المنطقة العربية إلى كل المنطقة العربية والإسلامية. متواصلون معك أكيد يا إبراهيم، ولكن نريد أن نخرج إلى استراحة قصيرة ومن ثم نواصل مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، وبعده نواصل معكم، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، ومعنا الشاعر السنغالي الجميل جدا إبراهيم توري. إبراهيم، الحديث الآن عن تجربة أمير الشعراء، بداية على المستوى الاجتماعي، على المستوى الإنساني وعلى مستوى العلاقات، ما الذي أضافته لك هذه التجربة؟ تفضل. صراحة أمير الشعراء، برنامج أمير الشعراء برنامج كبير جدا، ف يعني شعارهم المعروف أمير الشعراء حلم الشعراء، أنا لا أراه شعارا فقط وإنما أراه واقعا، لأن كثيرا من الشعراء أو يمكن أن أقول بأن جل الشعراء يحلمون بالوصول إلى هذا البرنامج، ويعني معانقة أحلامهم على شاطئ الراحة. فهذا البرنامج أضاف لي كثيرا جدا من مستويات كثيرة جدا. أولا أنا هذا البرنامج الآن الجميع، هناك من بدأ يطلق علي لقب أمير الشعراء، لأننا في غرب إفريقيا أو في بلادنا تعودنا على إطلاق هذا اللقب لكل من يصل إلى مرحلة ال20 بغض النظر عن المركز الذي سيأخذه فيما بعد. ما شاء الله. وهذا أنا أرى بأنه يحملني مسؤولية كبيرة على تجويد شعري وعلى أن لا أكتب أي شيء. فأنا الآن يعني مروري على منصة شاطئ الراحة يجعلني
أو يحملني مسؤولية كبيرة أحسنت. على أن يعني أحاول من رفع رفع مستوى المستوى إبداعي. تعتبرها نعم خطوة أولى على نعم طريق المشروع الكبير والمستمر والمتواصل، لا صحيح آخر الخطوات، وإنما هي فاتحة نعم النجاحات وأولاها، لا نعم أكثر من ذلك ولا أقل، وهو برنامج كبير كما صحيح تفضلت. لكن على مستوى العلاقات، هل أضاف لك شيئا مثلا؟ نعم على مستوى العلاقات مثلا الآن أنا عندي أصدقاء كثر، أولا مكاسب البرنامج من الشعراء الكبار أمثالكم أخي مصطفى، الله يرحمه. فهذا فقط يعني يحسب لي ونحن للبرنامج والله كذلك لأنه تشرفنا يكسب لك، بمعرفتك من خلال هذا بل أنا النشاط يا إبراهيم، تفضل أكمل. نعم المستوى العلاقات، وهذا هذه الحلقة فقط هي من وليدة تجربتي ربما من أمير الشعراء، كذلك أيضا كسب لي جمهور تستحق والله. يعني على امتداد الخارطة العالمية، فعندي مثلا الآن أصدقاء سواء من الشعراء أو من متذوقي الشعر والغاوين كما نطلق عليهم، جميل. وأيضا هنا عندما عدت إلى البلاد يعني أقاموا لي حفلة كبيرة جدا حضرها بعض الشخصيات الذين يعني يتحركون في ساحة الثقافة الإسلامية والعربية في بلادي، ما شاء الله. ويعني علاقات اجتماعية كثيرة جدا لا أكاد أحصيها، وأنا ممتن جدا لبرنامج أمير ما الشعراء شاء على الله. هذه التجربة. لكن من أكثر نعم المواقف التي لا تنساها يا إبراهيم وحصلت معك هناك في تجربة أمير الشعراء، ونعرف أن هذه التجربة يعني عشناها تقريبا فترة 4 أشهر، نعم أكثر ما تقريبا ظل عالقا في الذاكرة لديك؟ أكثر ما ظل عالقا في ذاكرتي أظن هو لحظة تأهلي ببطاقة اللجنة، لأن ذلك كان حلما كبيرا بالنسبة لي أن على الأقل أن أحصل على بطاقة واحدة في هذه التجربة، وكان هذا في أظن الحلقة الثامنة يعني، وكنت بين في كل من ظهورك الشعراء الثاني، نعم. المبدعين. نعم كان هذا في ظهورك الثاني، صحيح. نعم في ظهوري الثاني كان لحظة جميلة جدا، وما زلت أتذكر أمي أرسلت إلي صوتية ما جميلة شاء جدا، الله. ما زلت أتذكر تفاصيل كلامها ونبرات صوتها التي كانت يعني تنم عن سعادة كبيرة. أنت جميل نعم هذا وتستحق مثل هذه نعم الفرحة يا إبراهيم، الله وكما يخليك تفضلت هي ذكريات طيبة، ويخرج نعم الواحد منا بالكثير من المواقف التي يثبتها على جدار قلبه كي لا ينسى مثل هذه اللحظات التي جلبت عليه سعادة، وكذلك تضعه على طريق الشعر حتى يواصل ويستمر. فالأجمل من وصولك القمة أن تبقى محافظا على مكانك ومكانتك فيها. متواصلون بالحديث عن هذا النجاح وهذا الوصول وهذه المشاركة والتمثيل المشرف الذي مثلت به القارة السمراء، خير تمثيل يا إبراهيم، رفقة شاعرة أخرى أيضا من القارة السمراء ألا وهي شريهان الطيب. إبراهيم من شريهان جديد، وقبل أن نواصل الحديث في هذا الموضوع ألا وهو تجربتك الأخيرة في أمير الشعراء، قبل هذا نريد أن نستمع إلى قصيدة جديدة، تفضل. نعم إذا بما أننا الآن في سياق تجربتي في أمير الشعراء تفضل ما سأقرأ تحب. نصا نعم أحد النصوص من التي ألقيتها في أمير الشعراء، تفضل. سأقرأ نص سيرة ناقصة للخيام، كما من مروج اللهو أنبت ذاته سيهدي إلى ماء الحمية حياته، سيطرد من دير السماء لأنه متى ما دعته الأرض خان صلاته، فتى زنبقي القلب عطر روحه ويمم في ليل الذنوب سقاته، ويرقب ميعاد الإله مسائلا أحقا يجازي الرب شرا عصاته، سقيما بطقس الدين لولا كؤوسه متى جاء مكسورا تلم شتاته، يا سلام. رأى ما رآه العائدون من الرؤى ففجر من غيم المجاز دواته،
وينحت من شهد الكلام قصيدة يهندس فيها أمسه وغداته، وظل وفيا للخطيئة، لم يكن يخاف ككل المذنبين مماته. فلما طوته الأرض دانت لقبره سمرقند تحيي بالكروم رفاته. نعم. ما شاء الله عليك يا إبراهيم، دائما موفق، وإن شاء الله تكون هذه يعني الفكرة الجميلة، ألا وهي التشبث باللغة العربية، وهذه الرغبة الأجمل، ألا وهي أن تقف على سدة الشعر مواصلا مشروعك الشعري والذاتي، مدافعا عن فكرتك السامية وبيئتك التي تنحدر منها. يعني أنت خير دليل لبلدك، وخير ممثل، وخير رسول يسعدك. للأمانة، أقول هذا حقيقة وليس مجاملة. ما هو أنت مشروعك الأجمل. الذي تعكف عليه غير الدراسة الجامعية والمواصلة في مجال دراستك؟ أعلم أنك تعد أو تحضر للدكتوراه، لكن على المستوى الشعري والأدبي، ماذا عن الخطوة القادمة؟ هل تبلورت أم لم تتبور؟ لم تتبلور بعد يا إبراهيم، تفضل. نعم، يعني أنا الآن في يعني في فترة عمرية ربما تظل الأحلام ضبابية نوعا ما، كما لا يخفى، لأنهم يقولون ما بين العشرين والثلاثين دائما نحن ننتقل من أحلام إلى أحلام، دائما كل يوم وتتجدد أحلام جديدة، أكيد لأننا ما زلنا نعم يعني الأمور ضبابية نوعا ما. لكن أنا عموما عندي مشاريع كثيرة، منها أولا على مستوى الشعر، يعني أريد أن أصدر على الأقل دواوين كثيرة، يعني تنم عن تجربة شعرية ما شاء الله، كبيرة جدا، أجمع فيها بين يعني هويتين مزدوجة، لأن نحن مثلا عندنا الآن هويتين مزدوجة، فالهوية كما يقول أحد المفكرين في تشكل مستمر، لأننا لا نرث هويتنا وإنما نكونها، ما فنحن شاء الله، نسعى إلى هويتنا ولا نأتي منها، نسعى إلى الهوية ولا نأتي منها. ولهذا فأنا عندي الآن هوية مزدوجة، عندي مثلا الهوية الإفريقية، وكذلك بحكم أنني من أبدع أو اللغة التي بها أبدع هي اللغة العربية، جميل. فعندي نوعا نعم هذه الهوية. فأنا بودي إن شاء الله أن أكتب يعني قصائد أو دواوين كثيرة تنم عن هذه الهوية المزدوجة. كذلك أيضا أريد أن يعني أنتقل إلى نوع آخر من أنواع الإبداع، وهي الرواية. جميل. فأنا أريد أن أطرق هذا الباب، وكنت قد بدأت بعض المحاولات، لكن ما زالت لحد الآن يعني لم يعني ما زالت في مرحلتها الجنينية، يعني لم تتفتق بعد أزهارها. إن شاء الله وأيضا تنضج هذه التجربة، وأنت يعني شخص طيب وجميل من الداخل نعم، كما يا أني أيضا لا إبراهيم، تماما أنسى كما أنت تخصصي. جميل من الخارج. أنت جميل في أخلاقك كما أنت جميل في روحك وشكلك، وإن شاء الله الله يخليك، تنجح كما في أود مختلف أيضا الأجناس نعم والمجالات الأدبية التي تود أن تبرع نعم فيها. إن شاء الله. ولا أنسى تفضل. أيضا تخصصي وهو أصول الفقه، فأنا أود أيضا مثلا عند أطروحتي في الدكتوراه هي يعني الكلام عن العلاقة بين الثقافة العربية أو بين دين الإسلام وعادات غرب إفريقيا، لأن عاداتنا تأثرت كثيرا بالإسلام، فأنا أريد أن أتطرق إلى هذه يعني السمات البارزة التي تظهر فيها كثيرا تأثير أو يظهر فيه أثر الإسلام على عاداتنا. ما شاء فأنا الله، أريد أيضا أن لا يعني أهمل هذا الجانب وهو أحسنت تخصصي، لأني أحسنت أحب كثيرا يا كثيرا إبراهيم. أصول الفقه. إذن نعم ستكون يا إبراهيم عين ولسان السنغال الذي يصدر الصورة الجميلة عن بلده بعين طيبة ونظرة فاحصة وواسعة ولغة عالية،
إلى غير الأفارقة والمتحدثين باللغة العربية، وأنت قادر على أن تنجح بهذا المشروع، ونرجو أن تتواصل نجاحاتك ولا تتوقف. إلى القصيدة الأخيرة في هذه الحلقة، وصلنا إلى الجزء الأخير من الحلقة إبراهيم، وبقي معنا وقت من أجل قصيدة تكون مسك ختام. تفضل إبراهيم توري. نعم، سأقرأ لكم نصا آخر كنت قد ألقيته في تجربتي في أمين الشعراء. عالقا بين أسوار الظلال، منذ اخضرار اللون كان رمادا، منذ اخضرار اللون كان رمادا، لم يتخذ إلا الظلال بلادا. شبحا أتى عرس الوجوه، كما أتى في مهرجان الضوء غير منادى. ينسل من حمأ المعاني غيمة، ويسيل في نهر المجاز مدادا. مذ خضب الأبنوس درب خياله، ورؤاه تركض في القصيد جيادا. ويشع من قمر الكمان، ليزدهي وترا سبى الأرواح والأجساد. يا أيها البن الوسيم، يا أيها البن الوسيم، أكلما عصروك فط من السنا، وقاد وورث منديلا، فكنت كقلبه شمعا تضيء متى ملئت حدادا. قرؤوك في سفر المرايا هامشا، وتأولوك مسرحا منقادا. لا تبتئس، لا تبتئس، فالأرض أمك لم تقل، رفعوا السماء على ما كنت مهادا. قد أودعت رغم الخفوت لآلئا، والبدر لولا الليل ذاب سوادا. نعم. ما شاء الله عليك إبراهيم، دائما مبدع ومتألق وجميل جدا. يعني قبل الختام، دعني أخرج منك ببعض الرسائل السريعة. رسالتك إلى إبراهيم توريه بعد إنجازه الأخير في أمير الشعراء، ماذا تقول لإبراهيم نفسه؟ أقول لإبراهيم نفسه أن برنامج أمير الشعراء منطلق وليس وجهة، يعني أن لا يعني أرى بأني أنجزت. نعم، هو في تقدير كثير من الأشخاص ومن الأصدقاء والمعارف هو إنجاز كبير، لكني أراه منطلق، لأني كما نقول وخطوة دائما، على طريق الإبداع وليس كل كل خطوة، الخطى يعني. نعم، كل أمل محقق فهو منطلق جديد إلى أحلام أكبر وإلى يعني آمال أكبر، وإن شاء الله يعني نخوض تجارب أخرى أجمل. بإذن فأقول الله. لإبراهيم أن لا يرى هذا منتهى الأشياء، وإنما بداية أشياء أخرى أجمل إن شاء بإذن الله. الله. إلى الشعراء، إلى الأصدقاء الذين ظفرت صحبتهم وربحتهم هناك، ماذا تقول والله بحقهم؟ أحييهم، أحييهم الآن فردا فردا، وأوجه التحية إليك لكي توزعها إليهم، جميل، وأقول لهم أنت أن ألقيت لنا بالكرة إلي. نعم يعني ألقيتها في شباكك. والله أنا يعني سعيد جدا، لأني كنت محظوظا بأن أكون في موسم يعني فيه كثير من أو كل الشعراء المشاركين فيه شعراء يعني جميلون، أولا من حيث الأخلاق، وكذلك من حيث مستوى إبداعاتهم. فأنا ممتن جدا على هذه الصداقة التي كسبتها منهم، وأقول لهم إن شاء الله ستجمعنا أمسيات ومهرجانات أخرى أجمل إن بإذن شاء الله. الله. وأقول لهم نعم، أخيرا إلى أقرانك من أتمنى لهم جميعا يعني الشعراء، تجارب رسالتك تمام. يا إبراهيم إلى أقرانك من الشعراء وأصدقائك من المحبين للأدب والشعر في عموم السنغال وعموم أفريقيا، ماذا تقول من أجلهم؟ أقول لهم بأن يؤمنوا بأنفسهم، وأن يقرأوا كثيرا، ويحاولوا دائما أن يكونوا أفضل من أنفسهم مقارنة ب يعني مرحلة فترة يعني مضت. فترة قريبة. نعم، دائما أو فترة مضت. يحرصون، عليهم أن يحرصوا على تطوير ذواتهم. نعم، أن يحرصوا على تطوير ذواتهم، لأن الشاعر
دائما يجب أن يكون مثقفا كبيرا، يجب أن يقرأ كثيرا جدا، أن يقرأ لما كتب بلغته وكذلك أيضا لما كتب على لغات العالم جميعا، على أن يقرأوا لجميع الشعراء من مختلف اللغات، وأن يحاولوا أن ينقلوا ثقافاتهم إلى الجمهور العربي الذي يتذوق أحسنت. كل ما يمت بصلة بالثقافة وبالإبداع وبالفن عموما. أحسنت نعم، كثيرا، ونحن بدورنا نرجو لك كل توفيق إبراهيم توري الله الشاعر يخليك، السنغالي والله الجميل. مر الوقت تشرفت، سريعا، ماذا تقول في نعم نهاية هذه تشرفت جدا الحلقة؟ والله هذه الحلقة، تشرفت جدا على هذه الاستضافة، وأحيي جميع المتابعين، وأحيي قناة الرافدين، وأحييك أخي مصطفى، وإن شاء الله إلى لقاء أجمل. إن شاء الله دائما يجمعنا الشعر إبراهيم، ونرجو لك كل توفيق في مسيرتك العلمية والأدبية. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة بإذن الله وحوله وقوته. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، دائما وأبدا كونوا في أمان الله.